شكرا. صدق اول مره اخرج مع واحد. تتكلمي جد يا منى؟ هو ايه يا اخويا ده؟ كل ما اقول لك حاجه تقول لي بجد بجد. اه بجد. بطمن بس. لا خد طمن. اول مره اخرج مع واحد. عارفه انا جايب لك ايه؟ ايه؟ خاتم. ليه انا؟ اه وربنا يقدرني وغرقك ذهب ولبس وكل حاجه. امسكي يا بركة دعاكي يا أمي. ربنا بعت لي الراجل اللي طول عمري بحلم بيه. يعني مبسوطة معايا يا منى؟ مبسوطة ولا متضايقة؟ يا أخويا تف من بقك، يعني ما أنت شايف إن الفرحة مش سيعاني. بس لمؤاخذة لازم أمشي. ليه؟ أصل مش قايلة لأمي، وبعدين يعني قعدتنا كده وخروجنا مع بعض غلط. أه صح، صدقي كده أنا أحترمك أكتر وأكتر. اشربي العصير بتاعك وبعدين نمشي. اشربي. بس يا ابني انت هو سيب العربيه. مش عاوزه تدور. ندورها يا ابني. اتفضلي اتفضلي انزلي تعالي. هات كرسي يلا. معلش يا ابني هتعبك معايا. تعبت راحه يا ست الكل. اتفضلي يا ابني اتفضلي اتفضلي. ها اشربي يا ابني. لسه شاربه شاي في البيت. يبقى تشربي حاجه ساقعه. كتر خيرك عندي مشوار ومستعجله. هات يلا البطاريه اللي جوه دي يلا. حاضر يا اسطى. مش باينه يعني يا ابني. هو انا بتحرك من البيت يا اسطى؟ والله ببقى عايز اجي ازوركم بس الواحد بيتكسف. ليه؟ يعني من يوم المرحوم ابوكي من بعد وانا ما دخلتش بيتكم. تعالى في اي وقت يا اسطى، البيت بيتك. فك يا دي البطاريه دي وركب دي. حاضر يا اسطى. ليه بس يا اسطى؟ ما تديني توصيله وخلاص. لا 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 اقضي مشاويرك بالبطاريه دي وانا هصلح لك بطاريتك، ولما تقضي مشاويرك هوديها لك لحد البيت. كتر خيرك يا اسطى. طيب انا خدامك يا ست الكل. انا خدامك. ده العربيه وصاحبه العربيه في عينينا. دور يلا. ما تحرمش منك يا استاذ سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العفو يا ست الكل. هتقع يعني هتقع يا بنت المدارس. خدي وزعي دول على جنب. مي يا حبيبتي وحشتيني. انت كمان. عامله ايه؟ كويسه كده برضو. اكلمك امبارح بالليل يقولوا لي نامت. تنامي برضو من غير ما تسلمي على ماما ليلى؟ زعلت بقى يا ماما. انا يا حبيبتي عمري ما بزعل منك. عارفة بكرة هوديكي فين؟ فين؟ جنينة الحيوانات. لا عشان تشوفي العصافير اللي انت بتحبيها، وكمان هخليكي تتصوري مع الفيل الكبير قوي. ولا انت تخافي منه؟ طول ما انا جنبك ما اخافش منه. حبيبة قلبي يا ميكي. يلا يا ماي روحي العبي مع اصحابك شوية. يا حبيبتي كده البنات هتغير من ماي. اعمل ايه بس؟ اصلي بحبها بحبها قوي يا حبيبتي. وانا مقدره الحب ده، بس نراعي زمايلها في الدار شويه. ما تنسيش ان انا لقيتها وهي حته لحمه صغيره، وليلو ظروفي منعتني. انا كنت اتبنيتها. ربنا يديكي على قد اعمالك يا ليلى. نشوفك عروسه كده وتتجوزي بقى وتفرحيني. ان شاء الله ان شاء الله. بذمتك العيشه دي جوزي بيتفرح هنا حمصه شويه بريك. بكره ربك يفرجها يا بلال. انا اللي غيظني الحربايه مرات ابويا دي، عماله تدي حقن لابويا من تحت لتحت، وابويا مصدقها ومقويها علينا. بس كل ده كوم وغيظها لمراتي عشان ما تتخلفش كل ده. اقفش
مصلحة في ايه؟ ادي ايه ده طالع فين يا ده التوهو؟ معرفش حاجة. المعلم فين؟ جاي. دخل الشغل ده وصاحيه بسرعة. هو انت بتسأل على الدقيقة ليه؟ استنى بس، ده فاكرنا نايمين على ودانا، ده انا جاب له الحكومة وقتي. اه ايه اللي ايه؟ حفظك ادي ايه ده طالع فين يا معلم؟ رايح مطرح ما رايح، بتسأل ليه؟ لا تعدل في الكلام، ادي ايه ده بيتباع براني وانت هارش وانا هارش. طب ما يتباع يا حفظ واحنا مالنا؟ قول له يا ابني افع يا حمار، ادي ايه ده حصة الفرن يا دوب مكف الحارة، الباشا بيبيعوا براني وابوك وابويا بيقفوا في الطابور. ما بتحصلوش على كيف واحد، افهم بقى يا ابني الحرامية. وطي صوتك انت وهو، هتودونا في داهية. شيل الحبسوه. شيلنا الحبسوه. ايه ديه بيفيد يا جدعان؟ اخليه لما يسوس ولا استنفع منه؟ وعلى العموم خد خد يا عم انت وهو 200 جنيه اهو. 100 كمان. ماشي. اتفضل. ايه؟ بقولك ايه؟ اي دقيقة هيطلع من عندك هتدفع عليه. لا يا عم، انا هبيع الحصة كلها في الفرن وخليه ان شاء الله حتى يعفن. بالنص. خد انت 100 وانت 200. اه تمام. ايه يا بنتي مالك؟ انت هتاكلي الشيشة ولا ايه؟ يا اختي محرومة، هو انا اقدر تفتكري اشرب شيشة دي في البيت؟ ده انا جوزي كان بلغ عني البوليس. طب ما انت بتشربي سجاير، ايه الفرق؟ انا بجد مش عارفه انت مستحمله جوزك ده على ايه. طيب وغلبان وبيسمع كلامي، مع اني ما بحبش الراجل الطيب. على فكره خد بالك يا شمس، ناهد دين ده باباهم 5. ايوه اقعدي نقي عليا يا ناس. اختي ما انا ما بقر ولا حاجه، ما انا قلت 5 وهم 6 اصلا. تعرفي يا نهد، احنا فينا حاجات شبه بعض، انا برضو متجوز 4. على ذمتك 4؟ لا طبعا، هي سنه وباقي على طول. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. خرجتي وقلنا معلش وتأخرتي، قفلة تليفونك ليه؟ بتدعي عليا يا بابا؟ مالك يا بابا؟ ايه اللي منرفزك؟ ولا حاجة يا اخي، بكلم نفسي. في حاجة زعلك يعني؟ في حاجة؟ بكلم نفسي، ما انا بقيت طرطور في البيت اصلي. عمل لها تليفون، قفلة تليفونها. طب عملت حادثة؟ الله، جرح حاجة، اتخانقتي، ما نعرفش. معلش يا بابا، هتلاقي تليفونها فصل شحن، أكيد يعني مش هي اللي قافلاه. ما فصل زفت، ما تتكلم من أي حتة، تطمنا يا أخي. ما تقلقش يا حبيبي، زمانها جاية في الطريق. هي ما قالتلكش رايحة فين؟ يا دي بتقول. طب يا حبيبي أنت مش عايز أي حاجة؟ أعملها لك شاي، قهوة، أي حاجة. دولية تسد النفس، والله ما عايز حاجة يا أخي، قوم نام. حاضر، لو عوزت أي حاجة نادي عليا. لا خلاص لازم أمشي. طب مش هتجيبي نمرتك؟ طب هقول لك، هات أنت أحسن. خدي 012. لا ثانية واحدة، كنت هفتح كنت قافلة. جوزي بيتصل. طب ما ترد عليه. طيب لا ما ينفعش، اهو قفل. قول بقى 012 43 72 599. انا هطلبك وهسجل نمرتك باسم نانسي، اوعي تنسي. لا تمام. بيرن. اوكي، مع السلامة. باي باي يا حبيبتي. مع السلامة. مع السلامة. مالك؟ جامدة. ايه يا نهدي حبيبتي؟ خططينا عليك. معلش أنا آسفة، أصل كانت الدنيا زحمة قوي. وتليفونك على طول مقفول كده؟ أصله كان قطع شحن، وبعدين كنت سايقة وأنت عارف إن أنا ما بعرفش أرد وأنا سايقة. لا يا حبيبتي غلط، أوعي ترد وأنت سايقة. بموت فيك وأنت بتخاف عليا. يا بنت الواد صراحي. طب بقول لك إيه؟ إيه؟ هخدش وحصن. لما تفهمني كده على طول.